السائلة في آخر أسئلتها تقول: أصوم الأيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، ولكن أحيانا يصادف وجود الدورة الشهرية، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام بدلا منها من نفس الشهر؟ نعم، صيام 3 أيام من كل شهر سنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 13 و14 و15. فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العادة، أو حصل سفر، أو حصل ضيف، أو حصل ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام في غير هذه الأيام 3. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. فالأمر في هذا واسع، فصيام 3 أيام من كل شهر سنة سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن كونها في الأيام 3 أيام البيض أفضل. وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته أن يصومها ولكن تركها لعذر. نعم.